السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. قبل أن أبدأ أريد أن أشير إلى أمر مهم يسألني حوله العديد من المتابعين. لماذا أقوم بشرح بعض الأمور خارج عن الرياضيات؟ مثلا كيف تقوم بالعمل على أمازون كديبي أو ما شبه أمازون أو لغير ذلك؟ لماذا؟ لأن معظم تلاميذ المتابعين لنا لديهم حواسيب، و في الغالب يستعملون هذه الحواسيب أو الهواتف للعب فقط ولإضاعة الوقت وللدراسة في بعض الأحيان، ولهذا عوض اللعب وإضاعة الوقت والمشاهدة الفيديوهات والضحك إلى غير ذلك، أنا أعطيكم بديل الذي يمكنكم من خلاله تأسيس مشروع خاص بكم. أنت تدرس في نفس الوقت عوض أن تلعب تؤسس مشروع خاص بك. هذا المشروع يمكن أن ينمو وأن يصل إلى مستوى عالي جدا ومرتفع جدا. أعطيكم مثال، إلى شخص الآن عمره 28 سنة وصل إلى مستوى عالي جدا في هذا الميدان. هذا الشخص شاهدت الفيديو الخاص به وهو أمامكم الآن. هذا الشخص وصل في مشبع أمازون إلى تير 100,000. ما معنى تير 100,000؟ يعني يمكن أن يقوم بنشر 100,000 ديزاين على موقع أمازون، ويمكن أن يباع كل ديزاين ما بين ربح كربح خاص لهذا الشخص ما بين دولار أو دولارين إلى 7 أو 8 دولارات لتصميم واحد فقط. يعني هذا الشخص ليس لديه أي شيء، لا شركة لا مصنع لا ملابس لا أي شيء، فقط لديه حاسوب يقوم بتصميم شعارات ثم يعرضها على أمازون. عندما يعجب شخص بهذا الشعار يضغط على ذلك الشعار ويختار هل يريد في قميص عالي أو إلى غير ذلك، ثم يقوم بشراء القميص، وهذا الشخص صاحب الشعار يكسب حسب ما يريد هو بين دولار دولارين 3-5 دولارات إلى 7 دولارات إلى أكثر من ذلك. واضح؟ إذن هذا أمر بسيط جدا ويمكن لأي شخص أن يقوم به، فقط يجب أن نغير تفكيرنا، يجب التخلص من التفاهات من مشاهدة الفيديوهات والترفيه الترفيه الترفيه أكثر من اللازم، ثم نتوجه إلى تأسيس مشروع خاص. واضح؟ نقطة مهمة جدا. لماذا أقوم بهذه الفيديوهات؟ أعجبتكم وأتمنى أن لا يسألني شخص آخر حول هذا الأمر. إذا لم يعجبك هذا الأمر فقط عندما تجد هذه الفيديوهات لا تشاهدها بكل بساطة. واضح؟ نقطة مهمة أشرت إليها. النقطة الثانية، النقطة الثانية كذلك مهمة جدا، هي أنه نحن نتكلم الآن عن العمل على شبكة الإنترنت، يعني تأسيس مشروع الذي يمكن أن أقوم من خلاله بكسب دخل عندما أكون طالبا أو موظفا إلى غير ذلك كدخل إضافي. واضح؟ يجب أن نفكر أولا في أن هذا المجال المنافسة فيه صعبة، لأن القليل من يعرف كيف يشتغل في هذا الميدان، والقليل من يستطيع التركيز والعمل بجد والاستمرار في هذا الميدان. مثلا هناك 10% من الأشخاص يستطيعون العمل على الانترنت، ومن هذه 10% هنا فقط 1% أو 2% من يستطيع الاستمرار. إذن يمكنك المنافسة إذا كنت من 10% المتبقية، ويجب أن تحذر من الأشخاص الذين يقولون لك اشتري هذه الدورة وسوف تربح وإلى غير ذلك. هناك بعض الأشخاص يثرثرون كثيرا لكن لن تستفيد منه أي شيء. هناك بعض الأشخاص يتكلمون يوميا ويبدون لك أنهم ناجحين وقد وصلوا وكذا إلى غير ذلك، لكنهم يثرثرون تتابعهم مدة سنة ولكنك لم تقوم بأي عمل، لم تدخل. لماذا؟ لأنهم فقط يقومون بالتنويم المغناطيسي، في الأخير يقومون ببيع شيء لك أو تسويق شيء لك فقط. هذا هو هدفهم. أغلب الأشخاص خصوصا الذين أعرفهم على الإنترنت هم من هذا النوع، يثرثرون لدي مشبع أمازون وأكتب كذا، إذا أردت أن تكسب يجب أن تشتري هذه الدورة وكذا. فقط ثرثرة، فقط في الغالب 90% ثرثرة يتباهون فقط. هذا الشخص الذي أريتكم في الأول يكسب هذا المال ولم يستفيد من أي دورة. شاهدوا الفيديو سوف أضعه لكم في الرابط وسوف تستمعون إليه وهو يقول ذلك. لم يستفيد من أي دورة ولم يستمع إلى أي شخص، وكان يشتغل لوحده ولم يستعمل الإشهارات إلى غير ذلك. إذن اشتغل بدينه وبجهده، قام بمجهود. إذن يجب أن تعرف قبل أن تشاهد هذا الفيديو أنه يجب عليك أن تقوم بمجهود لكي تنجح في عالم الإنترنت وليس بالنوم. ومن قال لك أنه يمكن أن تكسب المال
دولار في اليوم، فقط كذب فوق كذب بدون أي مجهود، لا يمكنك أن تكسب 100 دولار في اليوم. لو كان الإنترنت سهلا إلى هذه الدرجة لما اشتغل أي شخص ميلا آخر، توجه كل العالم نحو الإنترنت. الإنترنت يحتاج إلى تركيز، إلى خطة، إلى عمل، إلى نظام، إلى غير ذلك. إذن يجب أن تفهم هذه النقطة جيدا. الآن ندخل إلى موضوعنا وهو ماتش مع أمازون. أتكلم وأحكي لكم تجربتي مع هذا الميت. سوف نتكلم أولا عن ما هو ماتش مع أمازون، ثانيا كيف يتم القبول، ثالثا كيف يتم إنشاء التصميم، رابعا كيف يتم نشر أول قميص على ماتش مع أمازون. وهناك منصة أخرى مثل ماتش مع أمازون، سوف أشير إلى ذلك. إذا أولا ما هو ماتش مع أمازون؟ شركة أمازون هي من أضخم الشركات في العالم التي يتم من خلالها بيع منتجات وشراء منتجات إلى غير ذلك. أضخم شركة تقريبا في العالم، إذا لم أقول هي الأولى في بعض الدول في أمريكا إلى غير ذلك، أو أوروبا إلى غير ذلك. إذن أمازون تقوم بإعطائك عدة فرص لكي تشتغل معها. هناك مثلا يمكن أن تشتغل كبائع، هناك عدة أنواع من البائعين. يمكن أن ترسل السلعة إلى أمازون وتقوم بسيرها عن طريق صفحة ثم تبيعها على أمازون وهم يتكلفون بالإرسال إلى غير ذلك. يمكن أن تقوم بوضع فقط صور لأشياء وأنت تقوم بإرسالها بعد أن تباع. يمكن كذلك أن تقوم بتسويق لبعض الأشياء الموجودة في أمازون، مثلا تتخصص في الهواتف، تقوم بإنشاء صفحة على الفيسبوك خاصة بالهواتف، بعد أن تقوم بإنشاء هذه الصفحة تضع فيها روابط لهواتف على أمازون. إذا اشترى شخص من هذا الرابط سوف تكسب معه سمعة أمازون أفيليات بروجرام، يمكنك كذلك الشراء في هذا الميدان. كذلك هناك أمازون كاديبي، يعني تقوم بتصميم أغلفة ومحتوى الكتب أو الدفاتر ثم تقوم ببيعها بعد أن تباع. تتم أمازون بطبع الكتاب أو الدفتر ثم تقوم بتغليفه ثم تضعه في الصندوق ثم ترسله إلى البائع وأنت تكسب فقط. تكسب فقط، أنت تقوم بإجازة تصميم ثم تعطيه لأمازون وأمازون تقوم بالباقي. ثم ماش بيع أمازون، هناك أمور أخرى ماش بيع أمازون، هناك أمازون تشارك في بعض الدول وليس في كل الدول، وهناك ماش بيع أمازون هو بيت القصد عندنا في هذا الفيديو. ما معنى ماش بيع أمازون؟ ماش بيع أمازون هو خدمة من موقع أمازون. أمازون لديها الثوب، لديها الأقمصة، لديها الليساك يعني الباكس، لديها الوسادة، العديد من الأشياء تبيعها. تتيح لك أمازون تخصيص الشعار الموجود على هذه الأنواع من الملابس أو العلب إلى غير ذلك. إذا مثلا أنت تصمم لوجو خاص بتيشيرت فقط، تقوم بتصميم فقط اللوجو ثم تضعه على أمازون، بعد أن يقوم شخص بشراء هذا القميص الموضوع عليه اللوجو الخاص بك، أمازون تقوم بطبع اللوجو على التيشيرت بعد أن يختار اللون ثم تقوم بوضعه في علبة ثم ترسله إلى المشتري وتعطيك الربح الخاص بك مباشرة. بعد أن يشتري يصلك الربح، إذن لن تجد أي مشكلة مع أمازون أبدا. واضح؟ إذن طريقة عمل أمازون هي كما يلي بكل بساطة. بكل بساطة أنت فقط تقوم بصناعة التصميمات فقط وتضع على أمازون. لكن الصعب هو النقطة الثانية التي سوف أتكلم عنها وهي كيفية القبول في أمازون. قبل أن نبدأ، إذا لم تقبل في أمازون هناك بديل، هناك موقع أخرى، لكن الأفضل هو أمازون ومشبع أمازون. الأفضل هو مشبع أمازون. كيفية القبول؟ أنا شخصيا شاهدت عدة فيديوهات قبل أن أدخل مشبع أمازون، ولم أدخل مشبع أمازون يعني رغبة مني في الربح إلى ذلك، فقط أردت أن أتعلم وأن أتقاسم هذا العلم مع المتابعين لكي يستطيعوا الوصول إلى مستوى أعلى مما وصلت إليه. لماذا؟ لأنني لدي ظروف، لدي عمل، لا أركز على هذه الأمور ماشي مع أمازون. ورغم ذلك الحمد لله هناك نتائج جيدة رغم أنني لا أركز عليها، وسوف أقول لكم ذلك. إذن قلت كيفية القبول وكيف تم قبولي. أنا شاهدت العديد من الفيديوهات، هناك من يكذب فقط، يعني هناك بعض الأشخاص يريدون فقط الربح من اليوتيوب، يعني يشهرون بعض الأمور إلى غير ذلك ويتكلمون ويثرثرون لكن بدون فائدة. يعطيك عنوان الفيديو كيف يتم قبولك 100% في مشروع أمازون، تتابع الفيديو ولن تقبل في مشروع أمازون. استمع إليه جيدا كيف قمت بذلك أنا شخصيا، وقبلت في المرة الأولى بعد أول محاولة قبلت. أولا قمت
قمت بإنشاء موقع، أعطيكم الرابط هنا bestgift.com. هذا هو الموقع الذي قمت بإنشائه. بعد أن قمت بإنشاء هذا الموقع قمت بكتابة العديد من المقالات في هذا الموقع حول الأقمصة وبعض الأمور التي هي موجودة على أمازون، وقمت بوضعها في وضع إشهار لها. ثم قمت بإنشاء صفحة على الفيسبوك لكي أقوم بإشهار هذه المقالات الموجودة على هذه المدونة على أمازون، عفوا على الفيسبوك، على الفيسبوك. واضح؟ إذا لدي صفحة على الفيسبوك مشهورة ولدي موقع، واضح. ثم كانت لدي قناة في اليوتيوب خاصة بمنتوجات التي تباع على الإنترنت، قناة أخرى ليست هذه القناة. وكتبت رسالة من ذهني الخاص، لم أنقل من أي شخص، فقط كتبت رسالة كأنني توجهت إلى شركة أريد الاشتغال. أمازون هدفها هي أن تبيع فقط، هدفها أن تكسب المال. شركة أمازون مصنوعة لكي تكسب المال. إذا لكي تقوم بقبولك للشركة يجب أن تظهر لها أنه يمكنك أن تبيع الأقمصة بكل بساطة. كتبت رسالة باللغة الإنجليزية، ورغم أن اللغة الإنجليزية ليست جيدة، فقط أقوم أستطيع الكتابة والقراءة لكنني لا أستطيع التكلم بها جيدا إلى غير ذلك. كتبت رسالة عادية، شرحت لهم كيف يمكنني أن أنجح في هذا الميدان. السلام عليكم، أنا شخص أستطيع التصميم ولدي عدة تصميمات وأهواء تصميم الأقمصة والكتب إلى غير ذلك والأغلفة إلى غير ذلك، وأريد أن أنضم إلى ناشبة أمازون لكي أقوم باستثمار هذه الهواية الخاصة بالتصميم في ناشبة أمازون، من أجل أولا كسب دخل يساعدني في استثمار موهبتي، وكذلك من أجل العمل واستغلال وقتي فيما يفيدني مثلا هذه الأمور. ومن أجل هذا النجاح فإنني أشتغل على مدونة وصفحة على الفيسبوك وأعطيهم الروابط، صفحة على الفيسبوك ومدونة وكذلك قناة اليوتيوب، من أجل إشهار هذه التصاميم. وإليكم بعض التصاميم التي قمت بها، وأنا أعطيهم بعض التصاميم في ذلك الموقع. ثم بعد أن أنهي هذه الرسالة أقول لهم أتمنى في الأخير أن تقبلوا مني هذا الطلب وشكرا لكم، فقط هذه الرسالة بسيطة جدا. ثم تضعهم رابط المدونة التي قمت بإنشائها أو صفحة فيسبوك مشهورة إذا لم تكن لديك مدونة، تقوم بإنشاء الصفحة وتقوم بوضع فيها بعض الأمور ثم تقوم بإشهارها، واضح؟ إذا لديك صفحة تقوم بوضع الرابط في مكان الرابط ثم ترسل الرسالة بكل بساطة، وفي الغالب سوف تقبل إذا كانت إذا رأوا أنه يمكنك أن تنجح. إذا لم تنجح أعد تطوير ذلك تلك الصفحة وقم بالطلب مرة أخرى حتى تقبل. إذا هذه هي طريقة القبول التي تم قبولي بها في المرة الأولى في المحاولة الأولى دون أي عناء ودون أي مشكل. بعد أن تقبل يعطونك إمكانية بيع 10 تصميمات. أنا كيف قمت ببيع أول تصميم من هذه 10 تصميمات؟ قمت بوضع تصميمات 10 فقط وبيعت في على ما أظن في الأسبوع الأول أو 10 أيام الأولى. أصعب شيء هي أن تبيع في المرة الأولى، أصعب شيء، لكن أنا بعته في 7 أيام من 10. كيف طريقة البيع؟ أعطيكم فكرة يمكن أن تفيدكم، خصوصا بالنسبة للأشخاص الذين لم يبيعوا إلى حد الآن. استنتجت أنه في الأمور المعروفة هناك منافسة كبيرة جدا لا أستطيع أن أنافس فيها، فبحثت عن الأمور غير مشهورة، يعني كنت أبحث عن شخص واحد فقط. كنت أبحث عن أشهر المقاهي في أمريكا، فوجدت مقهى اسمها فينتاج 1976 فقط. قمت بتصميم يعني تصميم يشبه ما يوجد على تلك المقهى، يعني قمت بهذا العملية عدة مرات، يعني 10 تصميمات. ثم بعد أن قمت بإنشاء ذلك التصميم ووضعته على ناشبة أمازون، اتصلت بالبريد الإلكتروني لهذه المقهى، قلت لهم السلام عليكم، أنا أعجبتني المقهى الخاصة بكم وقد قمت بتصميم هذا القميص خاص بمقهى الخاصة بكم، أتمنى أن تشتروه مني وأن تقبلوا مني هذه الهدية. المحاولة الأولى، المحاولة الثانية على ما أظن نجحت، وقاموا بشراء ذلك القميص. بعد أن قمت ببيع هذه الأقمصة واحدة أو ثلاثة لم أذكر جيدا، مباشرة تم ترقية حسابي إلى 25. هناك بعض الأشخاص يبيعون أكثر من 10 ولا يتم ترقيتهم، الله أعلم طريقة الترقية، لكن أنا شخصيا قمت ببيع تصميم أو ثلاثة على الأكثر لم أذكر جيدا، فقبلت مباشرة إلى
25 تيار 25. بعد تغطيتي إلى تيار 25 كذلك قمت بالعمل بجد وكنت أبحث دائما عن النيتشات الغير معروفة لكي أبيع. لماذا؟ لأن في تيار 10 وتيار 25 من الصعب أن تبيع. إذا أردت أن تبيع يجب أن تتوجه إلى أفكار مثل هذه الفكرة التي أعطيتكم. يعني يجب أن تكون ذكي، أن تتوجه إلى الجمهور الذي لا يهتم به أي شخص. ثم قمت بنفس الطريقة، كنت أبحث عن أندية غير معروفة في أمريكا، غير معروفة مطلقا، أندية لديها فقط 100 متابع أو غير ذلك. ثم تقوم بتصميم خاص بذلك النادي. إذا لم يكن اسم ذلك النادي عليه ثلاث مارك، يعني مسجل. إذا كان مسجلا لا يمكنك أن تقوم بتصميم قميص خاص به. إذا أردت طريقة البحث عن هل التصميم مسموح بها أم لا، موجود فيديوهات في اليوتيوب وسوف أضيف فيديوهات يعني إن شاء الله مستقبلا في هذا الميدان. إذا بعد أن تصعد إلى تيار 25 تبيع 25 قميص، تصعد إلى تيار 50، تيار 100، بعد أن تبيع 100 تصعد إلى تيار 500، بعد أن تبيع 500 تصعد إلى تيار 1000. وأنا الحمد لله الآن في تيار 1000 بدون أي مجهود. لماذا بدون أي مجهود؟ لأنني لم أغير الأقمصة. الأشخاص الذين وصلوا مثل هذا الشخص الذي بدأنا في نفس السنة تقريبا، أنا وهذا الشخص الذي أريته في الأول، هو يغير الأقمصة التي لم تباع. مثلا لدي الحق في 100 قميص، بعت 5 من هذه 100، أحافظ على هذه 5 وأغير 95 كل شهر. في الشهر الأول أغير 95 قميص فأبيع 5 أخرى، يعني تصبح لدي 10 قميصة تباع و90 لا تباع. في الشهر الموالي أقوم بتغيير 90 بالكامل فيصبح لدي 15 تباع و85 لا تباع. ثم أغير أغير إلى أن أصل إلى 50% تباع. بعد أن أصل إلى 50% قميصة تباع وسوف أكون قد صعدت إلى تير الذي يعني يوجد فوق تير 50. ثم أبدأ بهذه العملية، أكرر هذه العملية حتى أصل إلى مستوى مرتفع. لكن أنا شخصيا لم أكن أغير القميصة إلا قليلا. هناك بعض المرات 3 أشهر لا أدخل إلى مشروع الموضوع أبدا، ورغم ذلك هناك نتائج والحمد لله. والآن صعدت إلى تير 1000، يعني لدي الحق في 1000 تصميم. أنا أتعلم فقط، أتعلم وأشارك معكم ما أتعلم، ولا يغرني أبدا تلك الإشارات وتلك الفيديوهات التي تضيع لك الوقت. فقط ركز في عملك. إذا الآن عرفنا ما معنى مجمع أمازون، عرفنا كيف يتم القبول، ثم عرفنا كيف يتم إنشاء أول تصميم لكي تستطيع بيعه على أمازون. إذا نلتقي إن شاء الله في الفيديوهات المقبلة عن التطبيق، يعني العمل. سوف أشرح لكم إن شاء الله كيف تصمم شعارات بسيطة بأبسط البرامج. كل التصاميم الذي قمت بها أنا في الأول، يعني عندما كنت في التيار 500، تقريبا 90% من التصاميم قمت بتصميمها ببرنامج خفي جدا، في يعني فيه الحجم فقط 2 ميجا ومجاني 100%، لن تقاسم ولن تحتاج إلى أي شيء، ويمكنك أن تقوم بإنشاء التصميم في دقيقة فقط. سوف أشرح لكم هذا البرنامج وأعطيكم رابط التحميل إلى غير ذلك. يمكنك تحميله والتصميم في 5 دقائق، تحميل البرنامج والتصميم في 5 دقائق، وسوف أريكم ذلك يعني في الفيديوهات المقبلة إن شاء الله. ثم كذلك كيف تبحث عن نيتش يمكنك المنافسة فيه. لقد قلت لكم فكرة وسوف أضيف لكم أفكار أخرى، ثم سوف نتعلم كيف ننشر التصميم الأول بحول الله عمليا. إذن شكرا وإلى اللقاء في الفيديوهات المقبلة. أتمنى أن تقوموا بمشاركة الفيديو لكي ينجح ونستمر معكم.